بسم الله، وكفى وسلام على المصطفى. ولما بلغ شده، قلنا على مستوى منتهى القوة، على مستوى الروح والعقل والجسد والعلاقات التي تربيته بالله سبحانه وتعالى وبأصل أبينا آدم عليه السلام، مرورا بسيدنا إبراهيم عليه السلام، مرورا بسيدنا إسحاق اللي ربي قال فيه عليم ابن عليم، واحنا بالنسبة لنا سيدنا إسماعيل عليه السلام أنا حليم. يعني تحدثنا في الموردية كيفاش تميزنا، جايين عن طريق سيدنا إسحاق، عندهم ما يقولوا في العلم، اللي جايين عن طريق سيدنا إسماعيل عليه السلام الذي كان محترم الموعود صديق الوعد. بماذا يتميزون؟ الأول يتميزون بالعلو بين ربع، والشق الثاني الإسماعيلي على سيدنا إسماعيل السلام من الرحمن، ما لا كانوا متمتعين بشيء اللي متمتع به حتى شعب من الشعوب، وهو الحلم. الحلم اليوم اللي يدعون الإسلام هم أبعد الناس عن يعني العلم، يقول لك أنا مجاهد في سبيل الله، وهو قاسي القلب وجاهل بالرب ومغضب للإله سبحانه وتعالى، ويقتل يحكم كما يحب شيطانه، يقول أنت كافر، ولم يعلم عنه شيء، لم يخالطه ولم يسمع عنه كلام صادق ويحكم عليه كونه كافر. ودور الآخر المدعي الإسلام دوره أن يقتل من أشار إليه الشيطان، وهذا شيء كبير اللي قاعدين نعاني فيه احنا من بني أمية الآن إلى قيام الساعة إلى نهاية الدنيا. هو يعني أغلب الناس يدعون أنهم خير الناس عند الله، كما اليهود سبقوا ولحقوهم من النصارى، وبعد جاءوا نوع ثالث من الخسارة، والذين يدعون الإسلام والإسلام ينطبق عليهم أبدا. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام حين أخبر أن اليهود تفرقوا على 71 فرقة، ونصارى زادت فرقة أخرى، والذين يدعون الإسلام بالباطل 73 كلها في النار إلا واحد. وتحدثنا بهذا الأمر ذايا، قلنا لكم يا ناس اجتهدوا شوية حين نبرز لكم خط معين تفهمون به القرآن، فما عليكم إلا زيادة البحث والتعمق، وهكذا تلي عندكم معلومة صحيحة أو معلومات صادقة عن الإسلام الذي ارتضاه ربنا للأنام. الإسلام سي لا سوليسيون أبسولو إي توتال. أديو والسلام.